يصف المؤرخ الغربي جورج سارتون النصف الأول من القرن التاسع الميلادي بعصر الخوارزمي، وذلك في كتابه مقدمة من تاريخ العلوم، ويقول: الخوارزمي أحد أعظم الرياضيين في كل العصور. ويقول كذلك الدكتور ديفيد بوجين سميث في كتابه الأعداد الهندية والعربية بأن الخوارزمي هو الأستاذ الكبير في عصر بغداد الذهبي، إذ أنه أحد الكتاب المسلمين الأوائل الذين جمعوا الرياضيات الكلاسيكية من الشرق والغرب محتفظين بها حتى استفادت منها أوروبا آنذاك. إن لهذا الرجل معرفة كبيرة، ويدين له العالم بمعرفتنا الحالية لعلمي الجبر والحساب. هو محمد بن موسى الخوارزمي، لقب بالخوارزمي لقدومه من مدينة خوارزم الفارسية. ولد عام 164 هجريا، وعاش مع أهله في قرية قطربل بالقرب من مدينة بغداد، وهو أصغر إخوته من البنين والبنات، وكان دائما مشغول الفكر بأشكال الأشياء والمسافات بينها وتقدير ارتفاعاتها. وقضى عامين في دراسته للرياضيات ولنبوغ الخوارزمي في علم الرياضيات، فقد التحق بمكتبة بيت الحكمة التابعة للخليفة العباسي المأمون، وانضم إلى من بها من صفوة العلماء في ذلك العصر، حيث إن المأمون عينه على رأس خزانة كتبه وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتها. وقد استفاد الخوارزمي من الكتب التي كانت متوفرة من خزانة المأمون، فدرس الرياضيات والجغرافيا والفلك والتاريخ، إضافة إلى إحاطته بالمعارف اليونانية والهندية، ونشر كل أعماله باللغة العربية التي كانت لغة العلم في ذلك العصر. أنجز الخوارزمي معظم أبحاثه بين عامي 813 و833 للميلاد في دار الحكمة، حيث ذاع صيته وأصبح أبرز علماء عصره. ابتكر الخوارزمي مفهوم الخوارزمية في الرياضيات وعلم الحاسوب، مما أعطاه لقب أبو علم الحاسوب عند البعض، حتى إن كلمة خوارزمية في العديد من اللغات ومنها الإنجليزية قد اشتقت من اسمه. بالإضافة لذلك، قام الخوارزمي بأعمال هامة في الجبر والمثلثات والفلك والجغرافيا ورسم الخرائط، وأدت أعماله المنهجية والمنطقية في حل المعادلات من الدرجة الثانية إلى نشوء علم الجبر، حتى إن العلم أخذ اسمه من كتابه حساب الجبر والمقابلة الذي نشره عام 830، وانتقلت هذه الكلمة إلى العديد من اللغات الأخرى حتى اليوم. أعمال الخوارزمي الكبيرة في مجال الرياضيات كانت نتيجة لأبحاثه الخاصة، إلا أنه قد أنجز الكثير في تجميع وتطوير المعلومات التي كانت موجودة مسبقا عند الإغريق وفي الهند، فأعطاها طابعه الخاص من الالتزام بالمنطق. بفضل الخوارزمي يستخدم العالم الأعداد العربية التي غيرت وبشكل جذري مفهومنا عن الأعداد، كما أنه أدخل مفهوم العدد صفر الذي بدأت فكرته في الهند. صحح الخوارزمي أبحاث العالم الإغريقي بطليموس في الجغرافيا معتمدا على أبحاثه الخاصة، كما أنه قد أشرف على عمل أول خريطة للعالم المعروف آنذاك، ومن أشهر كتبه في الجغرافيا كتاب صورة الأرض، والذي جعل أبحاثه معروفة في أوروبا بعد ترجمتها إلى اللاتينية. كان لها دور كبير في تقدم العلم في الغرب، فكتابه الخاص بالجبر ظل يدرس في الجامعات الأوروبية حتى القرن السادس عشر. لم يذكر التاريخ لنا الكثير عن حياة الخوارزمي الخاصة، ولكن بالتأكيد فقد خلد اسم الخوارزمي كواحد من أعلام الحضارة الإسلامية، وعلامة على الدور العظيم الذي لعبته في تطور العلوم البشرية حتى وصل الإنسان إلى عصر التكنولوجيا الذي نعيشه الآن.